العراق عنده ابنيه مدرسيه المبنيه من كان عدد سكانه ما يتجاوز ال 15 مليون زي. والان تجاوزنا ال 40 مليون وهو نفس العدد نفس الابنيه. هذه ال 40 مليون من صاروا اكو شقد عدد اطفال شقد طلبه شقد تلاميذ شقد كوادر زادوا. بالنتيجه احنا نحتاج في بغداد تحديدا 1000 مدرسه بس في بغداد بس في بغداد بعيدا عن المحافظه. كم مدرسه في بغداد حاليا؟ حاليا المدارس تقريبا يعني ما تتجاوز ال 2000 مدرسه كبنايه. انا ما ادري احنا من نقول مدرسه هنا نقصد البنايه، لان اكو بنايه واكو اداره، مدرسه اداره واكو بنايه. الاداره ادارات عندنا تتجاوز 3000 مدرسه، اكثر من 3000 مدرسه، والبنايات ما توصل لل 2000. بالنتيجة صار عندنا دوام ثنائي وثلاثي، وبالأرياف ماكو دوام ثنائي لأن هي مدارس يعني قرى، فتصير اللود وين؟ يصير الزخم في المدارس اللي داخل بغداد تحديدا بالمناطق اللي بها كثافة سكانية. كم مدرسة عندنا تداوم دوام ثنائي وثلاثي؟ عندنا مدارس اللي تداوم دوام ثنائي تقريبا بالألف وأربعمائة مدرسة، والثلاثي ما يقارب الستمائة. عدد كبير جدا. وبالايام القادمه سنشاهد مدارس تداوم دوام رباعي. هاي ليش؟ ها لان اكو بعض الابنيه قايله للسقوط، يعني امكانيه لاعاده بنائها، لان هي ما ممكن انه تؤهل، لان هي قايله للسقوط لازم هدم وبناء. هذه بعد ما تصلح يعني عليها اخلاء، من يطلعوها من المدرسة من البناية، من يطلعون الإدارة المدرسة من البناية تضطر أنه تكون مزدوجة رباعي مع بنايات أخرى.